براقي المدينة كلها عم تحتفل بالمناسبة اليوم. حتى عائلتي لازم تستعد لتحتفل وتعمل المراسي. أنا مقابلتي بهذا اليوم المميز، لهيك أنا متوترة. لازم ضل قوية لحتى أنجح. بدي حقق أحلى حلم بعمري. بدي عائلتي وسانجاي يفتخروا فيني وبنجاحاتي. عشان نحتفل اليوم بأول إنجاز لإلي ونكون كلنا مبسوطين مع بعض. متمنية شي تاني، إنه سانجاي يتوفق وينجح السنة الجاية بامتحان الشرطة. حلو يا سلام، شو هاد؟ حلو شو هاد؟ غالية كتير هاي تحديداً، باخدها بنص السعر وبس، ولا بدي اضطر اخد قرض من البنك لحتى كفي اغراضي وهدايا مراسم اليوم. ما باخدها غير بنص السعر. بظن لازم قلك انه بنتي الحلوة نجحت بامتحان الشرطة وبالبرلمان وطلعت الأولى كمان. لك إذا ما نزلت لي بالسعر أنا رح أحبسك، لأنه عم بتبيع بدون ترخيص يا أستاذ، ما بسمح لك تضحك علي. بس تصير بنتي ضابط بالشرطة أنا رح أعمل لكم نظام مرتب بالبيع وخليهم يضطروا يسكروا المحلات كمان. عم تفهم شو عم بحكي؟ بس يا مدام ما لازم تهددي هالرجال المسكين، لأنه أنتي ما رح تخسري شيء أبداً. بهالحالة سمعت ابني وعيلتي رح تتأذى ورح تتضرر بسببك وبسبب تصرفاتك يا تشاندا. على أساس هلأ ابنكم سمعته منيح؟ هلأ سانجاي صحيح اسمه ابن عيلة الباثاك، بس بعدين رح يصير اسمه زوج الضابط براقي براشار. الكل بيعرف يا نوتان إنه مرته لسانجاي سبقته وصارت أحسن منه بكتير، ما هيك؟ ما بعرف شو لازم أحكي عنها وتشكرها، لو فيها حق لحبيبة قلبي الشاطرة. بس لا عاد تحكي ولا كلمة. امشي نوتا، في مناسبة اليوم، ما لازم نتخانق مع هيك ناس تافهين. لا تتخانقوا معي بنوب، عيلتي فيها ضابط بالشرطة، لا تلعبوا معي ها؟